بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. طلوا طلوا يما وطلتهم نور القمر، طلوا طلوا وذكراهم تناجي حنين السحر، طلوا ولهيب الجوى بالشوق انكوى يبرك بذكرى العمر، طلوا طلوا والحب والوفا في ملقانا احلى مهر. ها هم العلماء الأجلاء وكوكبة الكرماء تسري نورانيتهم في المكان لتعبق الجوى بحكمة الزمان وسمو الشريعة والأمان. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. نحمده حمد الحامدين ونثني عليه ثناء الشاكرين المنيبين، حمدا وثناء يليق بجزيل عطائه ومنه وكرمه وإحسانه. الحمد لله حتى يرضى وبعد الرضا، حمدا لا حد له ولا منتهى. والصلاة والسلام على معلم الناس الخير وعلى آله وصحبه وكل من دعا بدعوته واقتفى أثره إلى يوم الدين وبعد. سماحة وزير الأوقاف والشؤون الدينية ورئيس كلية الدعوة الإسلامية الشيخ يوسف إدعيس الشيخ حفظه الله، عطوفة محافظ محافظة قلقيلية الأخ اللواء رافع رواجبي، أعضاء المجلس الاستشاري للكلية، عميد كلية الدعوة الإسلامية سعادة الدكتور أحمد نوفل، وأعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية، رؤساء الأجهزة الأمنية والدوائر الرسمية الكرام،
العاملون الأعزاء في قناة فلسطين المباشر والقنوات المحلية السلام والفجر الجديد، الذين ينقلون معنا اليوم فرحة التخرج ونشوة الأمل بالصوت والصورة، مبرقين لكم بالتقدير أوفاه. أيها السادة، أيتها السيدات، أيها الحفل الكريم، مع حفظ الألقاب والمسميات، الطلبة الخريجون والأهل الكرام، أيها الجمع الطيب المبارك، نرحب بكم في حرم كلية الدعوة الإسلامية قلقيلية، أصدق وأبهى وأجمل ترحيب، وأسرتها المشرقة بالعطاء تبرق لكم بالحب والوفاء، ممثلة في عميدها وهيئتيها الإدارية والتدريسية وطلبتها الأعزاء، في احتفائنا السنوي الراسخ بكوكبة الخريجين للفوج الخامس عشر، فوج الحرية للأسرى. فحللتم أهلاً ووطئتم سهلاً، وطبتم ضيوفاً كراماً أجلاء، وتمضي بنا أمثولة الكبرياء في حبور المجد المشرئب بصوب الضياء، بعزم الرجال الرجال لنجدو معاً أهزوجة الجد والمصابرة بمزيد العزم والمثابرة، مهراً وفاقاً لسمو الغاية ورسوخ الهدف وكمال الشرعة ونورانية المثاب. أيها المهرجان الكريم، ولنا مع إخبات الكلمة وحي العبرة وجلال الفكرة في ري التشريع القائد وجنى الدستور الخالد، ومع آي الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم الطالب سليمان حنتولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام، وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله، وكفى بالله وكيلا. أيها المهرجان الكريم، نبقى وإياكم الآن مع عناق الروح للروح وإنشاد الوطن والفداء والفخار،
سماحة الشيخ، السادة والسيدات، السلام الوطني الفلسطيني. نشيد كلية الدعوة الإسلامية. كلية الدعوة فخر وإصرار للمجد والتعليم والله أسرار. كلية الدعوة دين ومعرفة نور لطالبها وللعدى نار. دستورنا القرآن ورشادنا سنة فاقبض على إذا أردت تقدما ونجاحا فاملأ العمر همة وكفاحا في حياة يشقى بها كل حي وزمان يرى الفساد صلاحا وهموم تهب من كل صوب ومآس قد أثخنتنا جراحا فاركب الصعب كي تفوز بنجح إن في نيلك النجاح فلاحا واتخذ للنجاح كل سبيل والبس الجد يا أخي وشاحا ما يبالي الهمام أين ترقى أو أتى الصعب غدوة ورواحا واضح العزم واثقات خطاه يجعل الليل للأنام صباحا هكذا تدرك النفوس مناها وترى سبل الحياة فساحا. سماحة الشيخ، السادة الكرام، السيدات الكريمات، تزدان بكم قلوبنا وتحتفي بين أيديكم خلجاتنا وتمهر الحب لوفائكم أرواحنا، فأنتم عنوان حضورنا الفاعل في البناء، وبكم تمضي قافلة التطوير والعطاء. وقد لمستم في عامنا هذا نقلة نوعية وقفزة نورانية في النهج والخطة والمساحة والتعداد بخطى راسخة صوب الجامعة الأساس مرتكزاً للتفاعل المعرفي مع المشهد الكوني. سماحة الشيخ، أيها الحفل الكريم، نستلهم في الدقائق القادمة عزيمة تعانق كبرياء الضياء وشموخاً يعتلي ذرى الراسخات مع كلمة سعادة عميد كلية الدعوة الإسلامية قلقيلية الدكتور أحمد نوفل حفظه الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
سماحة الشيخ يوسف وزير الأوقاف والشؤون الدينية حفظه الله، سعادة العقيد حسام أبو حمدي ممثل عطوفة محافظ محافظة كلكيليا حفظه الله، الإخوة الأعزاء في المجلس الاستشاري لكلية الدعوة الإسلامية، مدراء ومسؤولي المؤسسات المدنية والأمنية والأهلية، الإخوة الأعزاء في الهيئتين الإدارية والتدريسية في كلية الدعوة الإسلامية، الإخوة والأخوات أهالي الطلاب، أبنائي الطلبة والطالبات، الحضور الكرام كل باسمه ولقبه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما في كل عام نذوق الفرحة عند تخريج كوكبة من الطلاب الأعزاء علينا جميعا، فرحة أتقن الشعب الفلسطيني من خلالها المواءمة بين الفرح والألم، بين البسمة والمعاناة. أبارك لأبنائي الطلاب هذا العرس الكبير وهذا التخريج، وأعطاهم الله العافية على ما بذله من جهد حتى وصلوا ذلك، وأنا هنا أحملكم أبناء الطلاب والطالبات رسالة هذه الكلية، وهي رسالة هذا الدين العظيم، لتحملوا القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لقيادة هذا المجتمع كما يحب الله ويرضى، رسالة تكونون فيها قدوة حسنة، أسوة إيجابية في المجتمع، لتقود باقي المجتمع إلى ما فيه الخير والصلاح والرشاد. واسمحوا لي بإيجاز أن أعرج على بعض الأمور بخصوص كلية الدعوة الإسلامية. فبحمد الله عز وجل وبفضله ومنه ثم بجهود المحسنين الخيرين استطعنا إنهاء البناء في الكلية بمساحة 5500 متر مربع، 3200 متر قاعات دراسية، و1000 متر للمكتبة ومختبرات الكمبيوتر، وتقريبا 400 متر قاعة مغلقة مدرج، وتقريبا 900 متر ستكون قاعات كبيرة لاستعمالات وأغراض متعددة، ونحن الآن في طور التشطيب في بعض هذه المباني وبعضها تم إكماله. كذلك أزف افتتاح الأقسام الجديدة في الكلية من قسم القضاء الشرعي الذي نفتخر أنه القسم الوحيد في الشرق الأوسط كاملا، لا يوجد بكالوريوس قضاء شرعي إلا في هذه الكلية في الشرق الأوسط، وهذا كان إنجاز كبير لهذه الكلية. وأيضا في مرحلة التقييم في التعليم العالي هناك تخصص التفسير وعلوم القرآن، واليوم صادق المجلس الاستشاري على قسم آخر لنقدمه للتعليم العالي وهو السنة وعلوم الحديث، كل ذلك من أجل الوصول إلى ما نصبو إليه جميعا، وهو التحويل هذه الكلية إلى جامعة للعلوم الإسلامية تكون مميزة جدا في فلسطين. كذلك بالأمس كان عندنا المؤتمر العلمي الدولي الأول في الكلية، وقد حضره يعني محاضرون من الخارج، وبعضهم تم منعه من قبل الاحتلال، لكن هذا لم يلغي مشاركاتهم بالأبحاث التي وصلتنا. كذلك أزف بافتتاح صفحة إلكترونية
لكلية الدعوة الإسلامية، وستكون باللغة العربية بإذن الله عز وجل خلال أسبوعين أو ثلاثة. وكذلك لابد أيضا من النشاط والرعاية الصحية، فهناك الملاعب التي سيتم تجهيزها بإذن الله عز وجل خلال الشهور القادمة. كل ذلك بفضل الله عز وجل، ثم بإحسان المحسنين وبسياسة حكيمة وتوجيه وإرشاد من سماحة الشيخ. وهذا ليس مجاملة، أنا لا أقول ذلك مجاملة، بل إن سماحة الشيخ الوزير منذ تسلم هذه الوزارة وهو يسعى بكل جد واجتهاد معنا في كل خطوة نخطيها بتوجيهاته وإرشاده وموافقته، ويكون أمامنا في ذلك. وأنا سأترك له الحديث عن مسألة الأردن، هو سيتحدث عنها بإذن الله عز وجل. في هذه الأيام لا ننسى ما يحصل لإخوتنا الأسرى. مع هذا الفرح وهذا العرس، مع ما يكون في قلوبنا من الفرحة، لكن يعتصر القلب لما يعانيه إخوتنا الذين يدفعون ثمنا من أعمارهم ومعاناتهم وألمهم في سبيل الدفاع عن فلسطين وعن المقدسات، عن هذه الأرض الطاهرة المقدسة. ونقول للاحتلال الغاشم أن الأسرى ليسوا لوحدهم، وأننا جميعا معهم، ولن تكون هناك فرحة إلا بخروجهم إلى أرض الحرية، ولن يكون هناك ابتسامة حقيقية إلا بوجودهم بيننا. هذا شعب أتقن التعامل في ظل هذا الاحتلال مع كل ما يصبو ويهدف إليه ويريد تحقيقه. هذا الشعب المعطاء أهل هذه الديار وهم أهل الرباط والجهاد إلى قيام الساعة، يحبون الحياة وقادرون على الحياة وقادرون على التحدي والمواجهة والإصرار وصولا إلى الانتصار بإذن الله عز وجل. فالرسول عليه الصلاة والسلام بشرنا بأن الساعة لن تقوم حتى يقاتل المسلمون اليهود ويقتلهم المسلمون. نسأله تبارك وتعالى أن يجعل ذلك قريبا، وأن تقر عيوننا بالعز والكرامة للمسجد الأقصى ولكل من هو على هذه الديار. الإخوة والأخوات، أتقدم بجزيل الشكر والامتنان لسماحة الشيخ معالي الوزير ولأعضاء المجلس الاستشاري الذين يواكبون التطور أولا بأول ويقودون هذا التطور بالحكمة والقرارات الصائبة والتوجيه السديد. كما تقدم بالشكر للأساتذة، أساتذة الكلية، على ما بذلوه من جهد، فهذا التخريج اليوم هو ثمرة من ثمراتهم، وإن شاء الله سيكون في ميزان حسناتهم، فأعطاكم الله العافية. وأيضا أتقدم بالشكر لراعي هذا الحفل الحصري، والذي تبرع كما في كل عام بأن يكون هو الراعي الحصري الوحيد للتخريج في كل عام، وهو الأخ العزيز داود الأشقر أبو فتحي، بارك الله فيك. كما تقدم وتبرع مشكورا بخاتم ذهب ثقيل للفائزة بالمرتبة الأولى بإذن الله عز وجل، بارك الله فيك. وكذلك أتقدم بالشكر الجزيل والدعاء لله عز وجل لكل من قدم لنا في هذه الكلية مالا. أنا لا أبالغ إذا قلت أننا حتى اليوم أنفقنا أكثر من 2 مليون دولار في الكلية، هذا مش مبالغة، هذا كان من أناس صادقين مخلصين دفعوا هذا المال
ابتغاء مرضات الله عز وجل. فلهم كل الشكر والتقدير، كل من قدم في هذه الكلية مالا له كل الشكر والتقدير. وأدعو الله عز وجل أن يكون ذلك في ميزان حسناته. أبارك للخريجين مرة أخرى، أبارك لنا ولكم جميعا هذا العرس، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأهل الكرام، كوكبة الخريجين، أيها الجمع الكريم، تحضر المؤسسة الفلسطينية رافدا في عطاء الثورة البنائية المدعمة بالتطوير المنهجي. الدور الداعم لها دوما يصب في الهدف الاستراتيجي بعيد المدى لغاية الارتقاء بالمبنى والفكر والنشأ. وعلى ذلك كانت محافظة قلقيلية داعما أساسيا في مسيرة البناء المتواتر المتسارع لهذا الصرح العلمي الشامخ. فلها في شخص عطوفة المحافظ ومنتسبيها الكرام أسمى آيات العرفان على هذه اللمسات الوضاءة. الإخوة والأخوات، الكلمة الآن لعطوفة محافظ محافظة قلقيلية الأخ اللواء رافع رواجبي، فليتفضل مشكورا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين، وصلى الله عليه وسلم في الآخرين، وصلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. سماحة الشيخ يوسف إدريس وزير الأوقاف والشؤون الدينية حفظه الله، سماحة الشيخ أحمد نوفل عميد كلية الدعوة الإسلامية حفظه الله، الإخوة رئيس وأعضاء المجلس الاستشاري لكلية الدعوة الإسلامية المحترمون، الإخوة مدراء الأجهزة الأمنية والمؤسسات المدنية، الإخوة في الهيئة التدريسية والهيئة الإدارية المحترمون، الإخوة والأخوات الحضور جميعاً كلاً باسمه ولقبه، الطلاب الطالبات الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بكل فخر واعتزاز أقف أمامكم اليوم في هذا الحفل البهيج لأعبر عن تقديري واعتزازي بكم أعزائي الطلبة وبكليتكم الغراء على ما حققته من إنجازات عظيمة وما وصلت إليه من تطور وتقدم وإبداع. هذه الكلية التي تمضي قدما بإصرار وقوة وسط هذا التزاحم والتنافس العلمي والتكنولوجي ليكون لها مكانا واسما وتطورا وإبداعا. نعم، أنتم أيها الطلبة الأعزاء ثروة هذه الأمة، أنتم أيها الطلبة الأعزاء ثروة هذه الأمة وحجر الزاوية في مضمار بنائها وتقدمها. أنتم من يعول عليكم شعبكم كثيرا ويعقد عليكم آمالا كبيرة، فلتشمروا عن سواعدكم منذ هذه اللحظات لتأخذوا دوركم وتسهموا في بناء مجتمعكم وتعزيز صمود أبناء شعبكم. هذا الجهد المتعاظم الذي بإذن الله تعالى سيقود إلى تقصير عمر الاحتلال وزواله نهائيا بإذن الله ونيل الحرية والاستقلال. كما أتقدم بالشكر الجزيل لكلية الدعوة الإسلامية
عمدائها وكادرها على عقدها المؤتمر العلمي الدولي الأول أمس. هذا المؤتمر الذي جاء ليكرس نشر الثقافة السمحة ويعبر عن جوهر إسلامنا العظيم ويؤكد المنهج القائم على الوسطية والاعتدال بعيدا عن التطرف والمغالاة ولقطع الفرصة وتفويتها على كل أصحاب المصالح والأجندات الخاصة المتطرفة التي لا تعبر بشكل حقيقي عن جوهر وسماحة ديننا الحنيف، بل وعلى العكس تماما تحاول بثقافتها ونهجها الإساءة لإسلامنا العظيم. أهنئكم أعزائي الطلاب والطلبة وأبارك لكم في تخرجكم وإبداعكم وتطوركم، وأتمنى لكم مزيدا من التطور والتقدم بإذن الله تعالى. كما لا يفوتني وباسمكم جميعا ونحن نحتفل بهذا اليوم أن نبرك تحية ملبدة بالاعتزاز والإجلال والإكبار لأبطالنا الأسرى الذين يتضورون جوعا ويصارعون الموت في كل لحظة، يدخلون يومهم 18 بأمعائهم الخاوية وصدورهم العارية، يخوضون غمار معركة التحدي والحرية والكرامة والعزة والبطولة، وهم أكثر عزما وإصرارا على نيل حقوقهم ومطالبهم بإذن الله تعالى. وإذا كان الاحتلال وإدارة السجون الظالمة تراهن على كسر الإضراب أو كسر إرادة الأسرى فهم واهمون، فإن الأسرى سيمضون قدما وسينتصرون بلحمهم ومعانياتهم على جلاديهم بإذن الله تعالى. الأسرى الذين يمثلون اليوم عنوان عزتنا وكرامتنا وهم رأس الحربة يدافعون عن حرية وكرامة هذا الشعب، نقول لهم لن نترككم وحدكم لتكونوا فريسة للاحتلال، بل ستظلوا شوكة في حلق الاحتلال. نحن معكم، ندعمكم ونساندكم، ونحن وإياكم على موعد مع فجر الحرية والنصر بإذن الله تعالى. والمطلوب منا اليوم أكثر من أي وقت مضى من أجل نصرة الأسرى ودعم إضرابهم وحقوقهم أن نقف جديا إلى جانبهم، وخير وسيلة توسيع دائرة المشاركة الشعبية حتى تكون العامل الفعلي الضاغط على من يدعون الحريات العامة وحقوق الإنسان في العالم حتى يقفوا عند مسؤولياتهم ويأخذوا موقفا جديا ويمارسوا ضغطا حقيقيا على حكومة الاحتلال هذه التهمة الطاغية الإرهابية القاتلة لإجبارها على الإذعان والاستجابة لتحقيق مطالب الأسرى بإذن الله تعالى. بارك الله فيكم، وفقكم الله وسدد خطاكم على طريق الخير والعمل والبناء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
التحية أوفاها نسجيها لنائب عطوفة محافظ محافظة قلقيلية العقيد حسام أبو حمدي على مشاركتنا هذا الاحتفال البهيج. ونرحب معا بقناة فلسطين مباشر التي انضمت إلينا في البث المباشر للتو. سماحة الشيخ الجمعة الطيب الكريم، إذا نام غر في دجى الليل فاسهري، وقم للمعالي والعوالي وشمري، وخلي أحاديث الأماني فإنها علالة نفس العاجل المتحير، وسارع إلى ما رمت ما دمت قادرا عليه، وإن لم تبصر النجح فاصبري. تحار أشواقنا في عناق دفء الكلمة ووميضها الحاني، على أن الروح يناغيها رنيم الشعر في زهوه المتعالي، وله أن يبوح بنا ولنا وفي فضاء حفلنا كلمة تزهو ومعنى بالأمل يسمو. فمع الإفضاء الشعري في وحي الفضاء الشاعري، مع دفق الكلمة الحانية، والدكتور خليل قطناني المحاضر في قسم اللغة العربية وآدابها بالكلية فليتفضل مشكورا. بنور الحق في دلج أسير، وطعم الجوع في حق يسير. بنور الحق في دلج أسير، وطعم الجوع في حق يسير. وغيري في يد الدنيا أسير، وإني في يد العليا أسير. وغيري في يد الدنيا أسير، وإني في يد العليا أسير. وما أنا بالذي يخشى حماما، فأهون ما ألاقيه النفير. أصخ يا صاحبي، أصخ يا صاحبي في الكون تسمع شموعا في لظى الهيجة تمور. شموس شموس في سجون الليل تتلو ضحى الأنوار يحدوها البشير. لنا في يوسف، لنا في يوسف مثل عظيم، ومن شعب بمكة نستنير. وما أسري، وما أسري سوى أني كبير، وغيري في تكبره صغير. فنعم القيد، فنعم القيد في يد كل حر، يزينه غني أو فقير. وبئس التاج يكسو رأس عبد، وإن يلبس على الجسد الحرير. بعيد، بعيد عن أصيحابي قريب، وإن عز التلاقي والمجير. زنازين، زنازين وشبح وانفراد، سنينا لا نزار ولا نزور. وما أنا باليأوس، وما أنا باليأوس، فكم فعال ستشهد أنني البطل الجسور. وإن أفردت في سجني وحيدا، فإن البدر للدنيا ينير. سنشعل ثورة، سنشعل ثورة، ونثير نقعا، ونكسر قيدهم، ولنا زئير. فيا أماه لا حزن سيبقى، ويا أولاد موعدنا البكور. ويا زوجي فديتك لا تراعي، فإن الله للضعفاء نصير. مقالي، مقالي خبزه دمعات ملحي، وأوراقي لأصحاب السفير. دعاء منكم يشفي عليلا، وبر منكم أهلي يجير. سلاماتي وأشواقي إليكم، سلاماتي وأشواقي إليكم. سيحملها على الجرح الأسير، سيحملها على الجرح الأسير. وعنه فسائل كل من عنده فهم، ففيه جلاء للقلوب من العمى، وعون على الدين الذي أمره حتم. وخالط رواة العلم واصحب خيارهم،
فصحبتهم نفع وخلطتهم غنم. ولا تعدون عيناك عنهم فإنهم نجوم هدى ما مثلهم في الورى نجم. فوالله لولا العلم ما فصح الهدى ولا لاح من غيب السماء لنا رسم. إنها الذكرى، الذكرى المغلفة بحنين الأمس الآفل وحماسة الغد الآمل القابل، تعتمل فورة وتصطخب ثورة وتلتج بالحلم المجنح، تعانق التحدي دثارا سرمديا وتسكن الفجر شوقا نورانيا، وتطرب أشواقها برنيم الفوز وتترنح. فالتبريك أوفاه والتهنئة أبهاها إلى أبنائنا وبناتنا الأكارم على اجتياز المسير وعناق العلم المجلل بحكمة التنوير. وعنهم وبهم ولهم تحتفي الكلمة القادمة عنوانا للتخريج، تلقيها بالنيابة عنهم الطالبة الأولى على الفوج ابتسام عامر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل في كتابه الكريم: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. الحمد لله والحمد ثناء، حمدا يشعل الدرب ضياء، حمدا على شريعة سمحة غراء. الحمد لله الذي جعلنا سراة في آفاق العلوم، وقضى أن لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، فقال في ذلك قولا متينا سرمديا أبديا، وأنزل فيه الكتاب يتلى على رؤوس الأشهاد بكرة وعشيا. والصلاة والسلام على قارئ القرآن بلا ورق، مستعيذا بالذي خلق من شر غاسق إذا وقب، صاحب العلم الذي لا ينضب والقول الذي لا يكذب، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سماحة وزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ يوسف دعيس الشيخ حفظه الله، عطوفة محافظ محافظة قلقيلية الأخ اللواء رافع رواجبه، السادة أعضاء المجلس الاستشاري للكلية، السادة مدراء ورؤساء الدوائر الرسمية والأمنية والشعبية، عميد كلية الدعوة الإسلامية الدكتور أحمد نوفل، أعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية، الطلاب والطالبات، الخريجون والخريجات، الآباء والأمهات، الحضور الكريم مع حفظ الألقاب والمسميات، تحية طيبة مبعثها سل إسلام فيه سماء، تزكي مقاما راقيا طاب بكم وعطر الأجواء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تنساب الأيام من بين أيدينا كانسياب السفين في عباب البحر، وتضطرب أمواج الحياة فتتقاذف راكبيها، فلا يعلمون أي أمد قد استقبلوا ولا أي أفق قد اعتلوا، حتى توقظهم الأيام قائلة: طوبى لكم، طوبى لكم وحسن مآب. وقد طوت الرحلة أشرعتها واستوت على الجودي، وقيل الحمد لله رب العالمين. أعوام تقاذفتنا عاما إلى يد عام، قابلنا إخوة لا يجود الدهر بأمثالهم إلا إذا التفت خلفه واستعادهم من جديد، وقابلنا علماء لا نكترث لهم من هموم الدنيا أكثر من همنا لفقدهم. وكان عزاؤنا أن هذه سنة الله في الخلق، وأن أمامنا وطنا ائتمنونا عليه مقبلا علينا يتوسم فينا الخير مستبشرا، وينتظر منا إنفاذ الوصية وسداد الدين. أيتها الوجوه الطيبة، آباءنا، أمهاتنا، إخواننا، أساتذتنا، جامعتنا وشعبنا، أتى الغد البعيد فصار حاضرا قريبا، وخرجنا من رحم هذه الأم الولود لنكون حيث تحبون وكيف تحبون. خرجنا من رحم كلية الدعوة الإسلامية التي رسمت اسمها على جبين كل واحد فينا وساما من سؤدد وافتخار. طوبى أن كانت هذه لنا أمة ولشعبها نزمة تسرج الليل فلا يضل فيه المستبين. أيها الحفل الكريم،
يبكى الشكر لسان حال من ترقرقت عيناه بدموع العجز عن رد الجميل، وانفطر قلبه لحب أهل العرفان والفضل الطويل. شكر مديد لهذه الدموع، شكر مديد لهذه الدموع التي تنساب على خدود آبائنا وأمهاتنا في هذه اللحظات، لأن هذه الدموع إن كان لها أصول فإنما أصولها تلك القلوب التي تنبض بالحب فحصدت الوفاء، ونبضت بالخوف وحسن التربية فحصدت النجاح والشموخ والافتخار. شكرا لأساتذة كرام أفاضل رافقوا مشوارنا توجيها وإرشادا. شكرا لجامعتنا التي أتعبناها كثيرا فاحتضنتنا ببسمة الأم التي أتعبتها السنون وقالت ما تعبكم إلا راحة وهناء. شكرا لشعب لم يعرف التاريخ له مثيلا، شعب يحيا في قاع محرقة ويصنع من أخشاب احتراقه بناء شامخا لا تلتهمه النيران. شكرا له أن علمنا كيف نصبر، فله من العهد أن نكون له قبل أن نكون لأنفسنا. شكرا كما قد قالها النارنج للمطر إذ حين يهطل فوقنا نخضر كالشجر. شكرا كهذا الشكر من قلبي وليت الشكر ينصفه هنا قلمي. شكرا لأسران البواسل في السجون الذين من جوعهم الكرامة ينسجون، ومن إضرابهم للعالم يعلنون كيف العزة تكون. ونحن من هنا نمدكم بالدعوات لرب الكون أن يمدكم بجند من عنده وقوة من حيث لا تحتسبون. شكرا لكل من رعى سرحنا وبنى جسر كليتنا عونا ومؤازرة حتى يغدو كل منا في مكانه ومكانته حاملا مسؤولية الدعوة شعارا وعملا. وها هي الرسالة الآن تحلق في سمائنا إخوتي وأخواتي الخريجين، تخط في الآفاق عنوان التهاني والتبريكات بهذا النجاح الذي يلمع في العيون بريقا وفي القلوب بهجة. وإنه لتخرج يسعدنا ويمنحنا أمنيات مجنحة لاستكمال دراستنا واستنهاض همتنا من جديد حتى نكون سطورا لامعة سجلها الأول كلية الدعوة الإسلامية. وأخيرا وفاء منا نحن فوج الحرية للأسرى لكليتنا العتيدة الكريمة بهيئتها الإدارية والتعليمية، يسعدنا أن نكرم هذه الكلية، فليسمح لنا الدكتور أحمد نوفل أن نقدم هذا التكريم وفاء لجهودكم المبذولة حقا وصدقا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الدرع مقدم من طلبة السنة الرابعة خريجية طلبة السنة الرابعة لسعادة عمية الكلية. إخوتنا الكرام، هذه بطاقة حب ووفاء لأسرى الوطن نبرق فيها بخالص الحنين قائلين: صبر الرجال وهمة الأبطال صنع دروب العز للأجيال. قم يا قصيدي للكرام مقدما تيجان مدح رصعت بلآلي، واكتب على صحف الإباء قصيدة خطت بحبر المدمع السيالي. إخوتنا الكرام، يحضر معنا الإنشاد في إنسائنا هذا برنيم الكلمة المعبرة عن دفء القلوب ودفق الروح المصابرة الدؤوب، ولنحلق معا في الدقائق القادمة مع فرادة النشيد والطالب ميسم عودة الذي سينشد لنا بالتركية أولاً ثم بالعربية، تحية وفاء وتقدير بين يدي الدكتور جعفر قرداش من الجمهورية الإسلامية التركية المشارك معنا في المؤتمر العلمي الدولي الأول للكلية. Yeah.
المنشد ميسم معودة على هذا العبق الدافئ. قلها وصلي ولا تبخل بقولتها على النبي عظيم الخلق والخلق، ويوم أضحى وحيدا لا نصير له إلا كربي وقد عانى من الرهق. نفثت سرك في قلب له فزع، ومن سواك سيحميه من الغرق. سيرت والناس غرقى في سباتهم براق يمن، وقلت احمله وانطلقي. ما بين طرفة عين وانتباهتها إلا وأحمد والأحباب في نسقي. فأما في الرسل إذ هم يقتدون به بخاتم الرسل نفح المسك والعبق. وفي الختام نصلي دون ما كلل على النبي صباحا ثم في الغسق. أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، شكلت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية وعلى رأسها سماحة الوزير الشيخ يوسف إدعيس الشيخ حفظه الله محتضن الكلية الأول، الداعم بالمتابعة الحثيثة والعمل الدؤوب في سبيل مكنة النوع المنهجي والصعود العلمي على مستوى المحافظة بخاصة وفلسطين بعامة. فبوركت السواعد المشتملة بالعزم والنقاء، وأشرقت بحكمة النهج والضياء. أما الآن فنبقى وإياكم مع كلمة راعي نفير التطوير ومضاءِ البناء، راعي هذا الحفل المبارك سماحة الشيخ يوسف إدعيس الشيخ حفظه الله، فليتفضل مشكورا. أمثل عطوفة محافظة قلقيلية سيادة اللواء أو العقيد، إن شاء الله بصير لواء، حسام أبو حمدي عميد كلية الدعوة أصول الدين، إخواني أعضاء المجلس الاستشاري لكلية الدعوة أصول الدين، الهيئة الإدارية، الهيئة التدريسية، السيدات، السادة، أبنائي الخريجين، إنني أتقدم إليكم بأجمل باقات الزهور بمناسبة هذا النجاح والتخرج. ومن أجلكم حضرنا لنزف للوطن هذا التميز، هذا التفوق، هذا التخرج. فاسمحوا لي ومن هنا أن أهدي هذا التخرج إلى فلسطين، إلى المصرى، إلى الأقصى، في أيام الإسراء والمعراج. ونقول برسالة واضحة إن هذه القلوب العامرة بالإيمان ولن تسمح بتقسيم الأقصى وإقامة الهيكل المسعود. كما إنني أهدي هذا التخرج إلى الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وإنني أصر على تسمية هذا الفوج فوج الحرية والكرامة. فتحية إعزاز وإكبار إلى أسرانا في سجون الاحتلال الإسرائيلي. وإننا مع حتمية موعد النصر، وستنعم بإذن الله قريبا بحرية على أرض فلسطين، على أرض الإسراء والمعراج، شاء الاحتلال أم أبى، فالفرج من الله قريب. إن شعبكم معكم، فإننا في صلاتنا، في دعائنا، في كل حركة نهديها لكم جميعا. وأقول لكم اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. الإخوة الأعزاء، إنني أفتخر وأنا أخرج كوكبة من خريجي كلية الدعوة في قلقيلية،
الشامخة العزيزة التي تحرص دوما على البناء والتطور. إن مسيرة هذه الكلية هي مسيرة كانت بمثابة معهد شرعي في بضع من الغرف، لكنها تطورت بجهد المخلصين من هذا البلد المعطاء، حيث أن المرأة نافست الرجل في تقديم العون والمساعدة، حتى نشاهد هذا الصرح العلمي الشامخ الذي نحتفل على أرضه بتخريج كواكب الخريجين لفلسطين وللمسجد الأقصى المبارك. هذا المعهد أصبح كلية، ولكن وبتوفيق من الله، وأسأل الله أن يعينني على ذلك، لن أقبل إلا أن تكون جامعة للعلوم الإسلامية. لقد ذكر الأخ عميد الكلية، وأنا في هذا الموقف أسجل له كل الشكر والتقدير والاحترام، عندما اخترته عميدا لهذه الكلية تذكرت إن خير من استأجرت القوي الأمين، فيواصل الليل بالنهار والمشاورات معي على قدم وساق. هذا الرجل وكل من معه في الكلية من المجلس الذي يحرص دائما على التطور وعلى البناء وعلى التقدم وعلى الازدهار، فكل التحية لهم جميعا، ونسأل الله أن يكون في ميزان حسناتهم. فأصبحت هذه الكلية كما سمعتم تدرس مساقات، واليوم أقرينا كمان هناك مساقين آخرين حتى تكون جامعة العلوم الإسلامية، ولكن لن نكتفي عند هذا الحد، حيث قال أترك المجال للوزير للحديث عن الأردن. من خلال مواصلتي مع الجامعة العالمية في الأردن والتي يرأسها الأمير غازي، حصلنا على موافقة من التعليم الأردني العالي أن تعطي الجامعة العالمية تمنح رسالة الدكتوراه من كلية الدعوة الإسلامية في قلقيلية، تسهيلا وتيسيرا لأبنائنا الخريجين، حتى نخف عنهم من العناء، لأن شعب فلسطين يحب العلم، شعب فلسطين متمسك بدينه بقرآنه، فنحن على مواصلة الليل والنهار حتى نستطيع أن نقدم الخدمة للمواطن وللطالب الفلسطيني من أجل تعزيز صمود شعبنا على هذه الأرض المباركة. فقريبا إن شاء الله سنوقع الاتفاقية، ويكون هناك في منح رسالة الدكتوراه من هذه الكليات العتيدة التي ستصبح بعد أيام جامعة للعلوم الإسلامية. أبناء الطلبة، عندما أنشئت كلية الدعوة كان مقرر أن تستوعب 25 طالب فقط، لأن إمكانات وزارة الأوقاف لا تفي بفتح كلية، ولكني منذ أن وليت الوزارة قلت هذا الصرح أنا لا أريد أن يكونه أن يكون بمثابة عشب بلا بعران، أنا أريد أن يكون هذا الصرح أن يخرج في مضامين ودورات عديدة، حتى نرفض المرجعيات الدينية في فلسطين بالخريجين والخبرات والكفاءات. فالآن تستطيع كلية الدعوة بفرعيها في قلقيلية والفرع الآخر في الظهرية، وهناك فروع لنا في قطاع غزة، أن نسد احتياجات الوطن في القضاء الشرعي، في الإفتاء، في المساجد. وإنني أفخر بخريجي كلية الدعوة، فهم على مستوى عال من العلوم، وذلك بفضل الهيئة التدريسية الذين يواصلون الليل والنهار من أجل إثراء طلبتهم بالعلم الشرعي المطلوب دون غلو ودون تطرف. أتمنى لكم التوفيق والنجاح، وأتقدم لذويكم وأهليكم
بأسمى آيات التهاني والتبريكات، فالرحمة إلى شهدائنا الأبرار، والحرية إلى أسرانا البواسل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الحفل الكريم، تاب أشواقنا المجللة بالتقدير والعرفان، إلا البوح بجزيل الامتنان وبالغ المحبة والعرفان لمن أسهموا بالبصمات المميزة في رعاية الحراك التطويري والمسير النهضوي للكلية، فإليهم أسمى الود ومزيد الحب ومزيد التقدير والشكر والامتنان. ونكرم الآن أعلاماً أسهمت على نحو مميز وفاعل في مسيرة البناء والارتقاء. أدعو باسمكم جميعاً سماحة الوزير ونائب عطوفة محافظ محافظة قلقيلية وسعادة عميد الكلية لرعاية الفطرة التكريمية الشيخ يوسف إدريس الشيخ حفظه الله. نكرم عطوفة محافظ محافظة قلقيلية ممثلا عنه العقيد الأخ حسام أبو حمدي. والتكريم أوفاه لمدير عام مديرية أوقاف قلقيلية الشيخ عدنان سعيد. كما يسرنا نكرم وإياكم رئيس لجنة إعمار الكلية القاضي محمد عبد الرحمن داود. ولننسى بحال من الأحوال تكريم رئيس بلدية قلقيلية الأستاذ طارق عمير. بالتحية والتقدير والتكريم لأعضاء المجلس الاستشاري، عضو المجلس الاستشاري الدكتور عدنان سلمان. نكرم أيضا عضو المجلس الاستشاري الأستاذ الدكتور علي بركات. التقدير والاحترام والتكريم أيضا للراعي الحصري لحفل التخرج الحاج داود الأشقر. ولبناتنا الفضليات الكريمات الطالبة الأولى على الدفعة ابتسام أيوب عامر. وطبعا تكريم الأخت ابتسام أيوب عامر سيجري بدرع وساعة وخاتم ذهبي. والله اشتقنا لك والنور ببالك يا طيبة، طيبتي المنازل يا طيبة يا طيبة حبيبي حبيبي والله.
أسماء التكريم أيضا لعميدنا سعادة عميد الكلية فضيلة الشيخ الدكتور أحمد محمد نوفل. نشير إلى الأهالي الأطيب الأكارم بعدم الاقتراب من المنصة أثناء التكريم، وسيكون شوقنا على أعتاب الرحيل الآزف بعد حين لنقف مع الكرام والكريمات ممن اتشحوا بالإيمان والعقيدة واشتملوا بالصبر والعزيمة، ديدنهم نهج راسخ وكلمة حانية وحكمة مضيئة، فإليهم أسمى بطاقات التهنئة والتبريك على هذا الإنجاز وأجل مراتب التقدير على أمانة الشرعة في نور الشريعة. أيها الإخوة والأخوات، نرحل معا إلى مسك الختام، ويشرفني أن أدعو باسمكم جميعا سماحة وزير الأوقاف والشؤون الدينية ونائب عطوفة محافظ محافظة قلقيلية وعميد الكلية لتكريم الخريجين وتوزيع الشهادات عليهم. الطالب الخريج أحمد محمد أبو صوي. الطالب الخريج السيد ناصر غوادري. ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي، فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد. السلام عليك يا رسول الله. أنس عمر نجار. طالب الخريج أنيس محمد عباهري. الخريج بلال أحمد شتيه. وبغرح وأتألق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق. الطالب الخريج جلال ماجد بولاد. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك. الطالب الخريج جمعة محمد أبو شيخة. الطالب الخريج رأفت أحمد بيراوي. الخريج سليمان محمد حنتولي. عبد الله فخر الهوارين. مجد رشاد برهم. فقها نبينا هو خير العالمين. آلاء فهمي عبد الكريم بشير. آلاء ماهر صلاح. آلاء محمد بكر. آية مازن حوراني.
الخريجة الأولى على الدفعة ابتسام أيوب عامر. إخلاص أحمد سليم. إيسر جعفر. أشواق أيسر جعفر. أميرة عبد القادر عودي. براءة جمال أبو شهاب. بيان عبد السلام فراج. حنان عز الدين صلاح. خلود خالد قرشد. رفاء أمجد المصري. الطالبة الخريجة صاحبة المركز الثاني على الدفعة رواند محمد أبو جعفر. سلسبيل أحمد معالي. ضحى عبد الحليم باشا. عائشة ناصر أبو طبيخ. شاهر سعد الدين. فاطمة بشير سويلم. المهرجان الكريم نبارك لأبنائنا الخريجين وبناتنا الخريجات.